مرحبا أعزائي الطلاب في محاضرة جديدة في الماسكوس كليتل، واليوم حنكمل اللي هو في المسلز الأبر لمبس اللي احنا بلشنا فيهم المحاضرة السابقة. وإحنا خلصنا اللي هو المسلز that positions the shoulder girdle or the scapula، وكمان اللي هو المسلز that moves the arm or the shoulder. اليوم حنبلش في المسلز that move the forearm and hand. طبعا في البداية خلينا احنا نستعرض اللي هو العضلات الموجودة في اللي هم الفورارم that moves the forearm and the hand. طبعا اول اشي نتطلع على اللي هو على الجدول هون، نلاحظ فينا اللي هم المسلز that moves the elbow. ففي عنا حسب الاكشن اوف ذا البو في عنا اللي هم الفليكسورز وفي عنا الاكستنسورز. فعنا الفليكسورز اوف ذا البو من البايسبس براكي والبراكياليس والبراكيو رادياليس. وبالنسبه للعضلات اللي بت موفينج ذا البو في اكستنشن وهم الاكستنسورز، عنا الانكونيوس وترايسبس براكي. طبعا تقسم الى ثلاث اقسام، في عنا اللاترال هيد واللونج هيد والميديال هيد. طبعا not to forget to mention انه البايسبس برضو منقسم الى short head و long head. طبعا بعد هيك نطلع احنا كمان العضلات اللي بتحرك الفورارم، بتحركها كمان في عضلة في حركتين اضافيات واللي هم pronation and supination. يعني that's the movement comes from the elbow in addition to the flexion and extension. فالعضلات اللي بتحرك pronation and supination في عنا pronator quadratus و pronator teres و supinator. والaction of the hand واللي هم العضلات اللي بيعملوا flexion في الريست و extension في الريست. في عنا flexor carpi radialis و flexor carpi ulnaris و palmaris longus، واللي بتعمل هي flexion في الريست. واللي بتعمل extension في الريست عضلات اللي هم extensor carpi radialis longus و extensor carpi radialis brevis والإكستنسور كاربي الناريز. طبعا الإضافة إلى اللي هم بنسميهم radial deviation والulnar deviation، واللي كمان ممكن نطلق عليهم اللي هو abduction and adduction. طبعا لما بنحكي abduction as abduction لما بنحكي عن اللي هو حركة اللي هي radial deviation، والadduction اللي بنحكي عنها بتكون هي الألنر ديفيشن. طبعا هنستعرض كل هذه العضلات بالتفصيل حسب خلينا نقول الرسمات الموجودة عندنا، حتى بالضبط نعرف حسب كل واحدة كيف بتشتغل وحسب كمان الأوريجينال انسيرشنز تبعتهم. طيب في البداية عندنا هي عضلة الأولى اللي هي البايسبس براكي. إذا بنلاحظ البايسبس براكي إنه في عندها اللونج هيد وفي عندنا الشورت هيد. طبعا إذا بنلاحظ إنه موضوع اللي هو الأوريجينال إنسيرشن في العضلات، دائما بنكون حذرين إنه دائما لما العضلات بيكون فيها أكثر من أوريجين أو أكثر من إنسيرشن، بدنا نكون دقيقين في بالضبط إنه إحنا نقدر نعرف بالضبط حسب اللي هو الأناتوميكال بوزيشن إنه which one is the long or the short head. إذا نطلعنا هاي هي البايسبس اللي هي براكي short head، واللي already شايفين إحنا بتيجي مع الشولدر مع الاسكابيولا مع الكوراكو كويد بروسس. وطبعا مع الاتجاه الانسيرشن تبعها بتروح كلها في نقطة واحدة مع مين؟ مع اللونج هيد. بس بنطلع على البايسبس اللونج هيد واللي هي طبعا ماشي باتجاه اللي هو الانتر تيب انترتربيكولر جروف، وطبعا هون فينا ترانسفير ليجمنت بهاي الجهه لحتى تطلع لفوق وتروح على اللي هو ايش، بتعمل كونكشن از ان اوريجين مع الجلينويد كافيتي واللي هو السوبرا جلينويد كافيتي. والانسرشن تبعهم اوكي مش واضح انه هون بالضبط وين هو، لانه في عضلات ديب تندون، ولكن هو بيروح على اللاترال سايد طبعا. مع اللي هو الراديوس. وإذا بتلاحظوا بتتذكروا إحنا حكينا عنه في المحاضرة السابقة واللي هو بالراديال تيبرسيتي أوف ذا راديوس. طبعا بالضبط بيجي وين هون. طيب العضلة البايسبس من العضلات كثير مهمة هي والترايسبس.
طبعا من اهم الشغلات الموجوده في البايسبس انه والترايسبس انهم التنتين هم الوحيدات في عضلات الفور ارم والهاند اللي هم باسنج اللي هو او ريتشنج للسكابولا reaching the scapula and their origin في scapula. ولكن الترايسبس مش كلهم موجودة في الscapula ولكن هو بس جزء واحد من الترايسبس الموجود في الscapula. طبعا المين اكشن احنا عارفينها في البايسبس واللي هو ايش؟ تعمل elbow flexion. بس لازم نكون كتير دقيقين في الelbow flexion وكيف بصير elbow flexion. الelbow flexion بصير عادة والترايسبس سوري والبايسبس بتشتغل لما بتكون الهاند supinated. supination لما بتكون الهاند في الاناتوميكال بوزيشن هون بتشتغل البايسبس. ولكن اذا كانت الهاند pronated البايسبس ما بتشتغل هون بتساعدش بالفليكشن في عضلات تانية واللي حنشوفها كمان later ونشوف بالضبط مين هاي العضلات اللي بتعمل elbow flexion لما بتكون الهاند pronated وانه البايسبس is not active. طبعا السبب انه ليش البايسبس during pronation ما بتشتغل احنا عارفين انه في عملية البرونيشن and supination انه الراديوس turn around mean الالنا turns around الالنا. في عملية البرونيشن لما بصير في عملية turning of the radius around the ulna هون التندون بلف مع مين؟ مع الراديوس لانه التندون وين مزروع؟ في الراديال tuberosity. مجرد ما لف التندون هم برخي العضل وبرخي التندون وهناك ما بصير فيه هناك مجال حسب الحركة وحسب الزاوية انه تكون الحركة جاي من وين؟ من البايسبس نفسها لما بتيجي مع عضلات تانية. طبعا كثير ضروري وانا بحكي هذا الشرح انكم تجربوا تحركوا ايديكم بين البرونيشن والسبونيشن وتقدروا تفرقوا وتشوفوا كيف بالضبط لما انتم بتحركوا عملية البرونيشن وتحطوا ايدكم على البايسبس انه ما بتلاقوا فيها contraction بتلاقوا فيها عضلة تحتها بصير فيها contraction والعكس صحيح لما انتو تعملوا supination كيف بصير فيها contraction. فاذا هذا ما هو ما يخص عملية عضلية اللي هو البايسبس. اذا نتطلع على الترايسبس فعنا الترايسبس في عنا اللي هو الميديال هيد وفي عنا كمان ترايسبس اللونج هيد وترايسبس اللاترال هيد. إذا منلاحظ إنه الميديال هيد من ناحية طبعاً هي الترايسبس جاي بوستيرير. الترايسبس بالبوستيرير it doesn't really show exactly وين جاي اللي هي الميديال مش واضحة طبعاً واضحة عنا من هون تقريباً اللي هي بتكون وين تحت البايسبس. ولكن لما نلاحظ البوستيرير واضح ان اللي هو اللونج هيد واللي هو بيتاتشمنت تبعته وين بيجي مع السكابولا. ولكن لما نلاحظ ان الترايسبس براكي اللي هو اللاترال هيد وهو من ناحيه اللاترال هو الاتاتشمنت تبعته وين بالهيمورس نفسه والانسرشن تبعهم موجود وين موجود في اللي هو الالنا واللي هي بنسميها ان هاي اللي هو الكرانون اوف الالنا بالضبط. طبعا وظيفة الترايسبس هي mainly ايش اللي هي تعمل extension. طيب احنا عشان نشوف بالضبط التفاصيل هاي على الجدول زي ما حكينا البايسبس براكي في عنا الشورت هيد بيجي من الكروكويد بروسس واللونج هيد بيجي من وين؟ من السوبراجلينويد تيبركل. طبعا بوت بكونوا في السكافينا. طبعا الراديوس تيبرسيتي اوف راديوس هو الانسرشن وهي بتعمل mainly flexion at the elbow وبتساعد في الشولدر. طبعا في شغله ما حكيناهاش واللي هي how it helps in supination. زي ما حكينا انه كعملية البرونيشن بتكون ايش عضلة البايسبس not effective or ما فيها هناك تنشن لتعمل ايش لتعمل elbow flexion. ولكن في عملية اللي هو نرجع الراديوس نفسها مالها الراديوس بدها تروح وين ترجع لموقعها. إذا كانت pronated وبدنا نعمل supination طبعا فينا عضلة supinator وهلا بنجيها حنلاحظ إنه هون بيجي دور البايسبس تساعد في supination لأنه عمل حركة اللي هي radius بتكون already around the ulna وترجع لموقعها. هون التندون تبع البايسبس بيكون إيش
بعمل بصير عليه تنشن وبتساعد ساعتها البايسبس انه كيف تحرك اللي هو الراديوس ترجعها الى ايش موقعها من وضعيه البرونيشن للسوبينيشن وهون تيجي وظيفه اللي هو السوبينيشن للبايسبس براكي. طبعا العصب اللي بيغذي اللي هو البايسبس اللي هو الماسكولوكوتينياس نيرف. طيب خلينا نخلص الترايسبس ونرجع للعضلات الثانيه. زي ما حكينا في عندنا اللونج هيد اللي هو بيجي وين تحت الاوريجن تبع مين تبع اللونج هيد اوف بايسبس واللي هو هناك في السوبراجلينويد كافيتي. اللونج هيد تبع الترايسبس بيجي بالانفراجلينويد تيبركل اوف سكابولا وهون بيجي دور اللونج هيد اوف بايسبس سوري ترايسبس والبوث هيدز اوف بايسبس both يعني triceps long head و biceps brachii both heads مالهم جزء من شغلهم بكون يعملوا stabilization لمين لواحد اللي هو shoulder girdle plus the biceps long head بتميز عن the short head انه هو جاي ايش جاي within the intratubercle groove وهنا في بيكون مثبت في transfer ligament plus انه اضافة انه بروح على above the glenoid cavity اللي هو subglenoid cavity أو sorry أو اللي بنسميه tubercle هناك بصير في عنا بالضبط من خلال هذا التندون تثبيت للshoulder joint لما احنا بنكون ايش بنكون حاطين ايدينا على جنبنا ونمشي otherwise بمعنى ايش كأنه رابط اللي هو الshoulder ومقعده في مكانه وخصوصا لما بيكون هناك ايش الجاذبيه اللي بتاخذ وزن كل الليمب اللي هو الابر ليمب بتاخده لتحت زي هيك كانه زي الخطافه ومعلقه كل الابر ليمب وين بالشولدر. هذا بالنسبه للبايسبس براكي وبالنسبه لمين الترايسبس براكي. طبعا اللاترال هيد تيجي وين اللاترال هيد طبعا superior وعلى lateral margin of the humerus لأن الانسيرشن هو الهيومرس بس وين superior lateral margin والميديال هيد اللي هو ما كانش واضح معنا بالضبط الصورة بيجي على posterior surface of the humerus posterior surface of the humerus وinferior اللي هو to radial groove إذا جاي وين برضو في الهيومرس إذا بس اللونج هيد اللي جاي وين في الاسكابيولا ولما both of them جاي وين في الهيومرس. طبعا three heads of or three parts of the triceps كلهم الانسيرشن تبعهم في الاوليكرانون اوف النا. اذا المين فانكشن تبعت الترايسبس الاكستنشن في الالبو واللونج هيد بيساعد في الادكشن ات ذا شولدر اذا جزء واحد من الترايسبس بيساعد في الادكشن ات ذا شولدر. طبعا عندنا العضلات الثانيه هم البراكياليس والبراكيوراديالس هذول هم من اللي بيساعدوا مين بيساعدوا في البايسبس براكي تو دو فليكشن. طبعا هنلاقي انه البراكياليس هي الميجر فليكسر وبنلاحظ انه البراكيوراديالس برضو از افليكشن ات ذا البو بتعمل ولكن مينلي بتساعد لما تكون الهاند مالها او الفور ارم pronated. اذا هون تشتغل البراكيور رادياليس لما تكون supinated بس بتحاول تعوض النقص اللي بيروح ايش لما تكون الفورارم pronated البايسبس ما بتشتغل فهون بيجي دور البراكيور رادياليس بكون اوضح واكثر لما بتكون pronated لتساعد في الالبو فليكشن. طبعا لو جينا اطلعنا على الرسمه كمان مره ونشوف بالضبط طبعا لما نلاحظ انه البراكيوراديالس جاي من وين من اللاترال سايد والاغلب عندنا هون واكيد هو من الابيكوندايل لاترال ابيكوندايل وتروح وين تحت وهون في عندنا وش تحت وهون التندون في عندنا الراديوس الاند اوف راديوس وين في عندنا في عندنا اللي هو ايش العظم اللي هون اللي هي الستايلويد بروسيس. نيجي نطلع هاي مين البراكيوراديالس البراكيالس هي عشان هيد عندها وهي هيد هون او هي بمعنى باخر قطعة واحدة ولكن بتكون جاي من الجنبين وهلا بنشوفها later on ان شاء الله في التفصيل اللي بناخده في المختبر كعضلة لحالها وشكل على حالها وبتيجي طبعا الاوريجن تبعها وين جاي بالميد شفت of the humerus
وبتنزل وين بتروح؟ بتروح تحت على الألنا. خلينا نشوف بالضبط إيش أما الانسيرشن تبعهم. فبنطلع على البراكيالس تيجي على الانتيريور ديستال سيرفيس اوف هيومرس و تيجي وين الانسيرشن تبعها تشيبرسيتي اوف النا ومينلي بس بتشتغل فليكشن ات ذا البو والماسكولوكوتينيوس نيرف اللي هو بغذيها. البراكيوراديالس على وين الريدج سوبيريور تو ذا لاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس. اذا وين جاي بالضبط؟ على حفه اللي هو اللاترال ابيكوندايل of humerus. طبعا وين بتروح على lateral aspect of styloid process of radius زي ما حكينا when end of radius styloid process على lateral aspect على الجهة lateral. ودورها هون اللي هو flexion at elbow وبيغذيها اللي هو radial nerve. طبعا triceps برضو بغذيها radial nerve بثلاث أجزائها. بضل عنا عضلة واحدة هي اللي اسمها أنكونيوس. أنكونيوس خلينا نشوف الأنكونيوس. بتلاحظوا إنه هاي هي الأنكونيوس. عنا هاي اللي هي اللاترال. إذا بتيجي من اللاترال سايد على الهيومرس بتكون وبتيجي وين؟ بتيجي على اتجاه الألنا. خلينا نشوف بالضبط الأوريجينال إنسيرشن تبعها. الأنكونيوس تيجي على البوستيرير إنفيرير سيرفيس أوف لاترال epicondyle of humerus من جاي على الepicondyle اللي هو lateral epicondyle بس وين؟ على الجهة الخلفية لمين؟ ل lateral epicondyle of humerus وللأسفل شوي وبتروح وين؟ طبعا insertion تبعها على lateral margin of olecranon on ulna. إذا هي بتروح على الolecranon بس الdistal part of it أو سوري الديستال يعني البروكسيمال اللي هو بكون مع الالبو ولكن يعني تحت بالضبط وين الانسيرشن تبع الترايسبس بكون لتحتها شوي. إذا اللاترال مارجن اوف الكران اون النا ووظيفتها الاكستنشن ات البو و بغذيها وراديال نيرف. نيجي لمين بعدين اللي هو الموفمنتس تبعت البرونيتور اند ذا سوبيناتورز. برونيتورز اند ذا سوبيناتورز لما نلاحظ ان هون في عندنا two pronators و one supinator. خلينا نشوف بالضبط بالرسمة شو مبين عنا هون. هون مش مبين في الرسمة اشي. هون برضو خلينا نشوف هون في رسمة تانية تبين فيهم pronators. alright طبعا في عنا supinator هيك عضلي جاي من وين؟ من جهة اللاترال بتروح وين؟ وبتروح طبعا اكيد اذا هي supination بتحرك الراديوس صح ولا لا يا شباب؟ اذا احنا ما بتتحرك لانه في الاغلب ولازم تكون الانسيرشن تبعها وين موجود في الراديوس لانه الالنا ثابته ولكن الراديوس goes around mean around the ulna. pronator teres جاي من الميديال سايد وين رايحه بالضبط؟ رايحه على radius واضح. طيب خلينا بس نحللها حركيا. هلا هاي الانسيرشن هون الانسيرشن وهون الاوريجن وهون الاوريجن. فاذا هاي دورها pronator teres تعمل ايش؟ اللي هو pronation واللي هو نحطها على بطن الايد. فاذا تحركت بانقباضها من الانسيرشن اتجاه الاوريجن وتحرك الراديوس بهذا الاتجاه وتعملها around the ulna. هلا العضلة هاي بتكون صارت مالها stretched عشان هيك السوبينيتر بساعتها دورها هذا الانسيرشن تعمل انقباض بهذا الاتجاه وترجع الراديوس من حالة البرونيشن تلاقيش لموضوع السوبينيشن. اذا في حال بس البرونيشن بتكون الراديوس مالها ملتفة حوالين الالنا. طبعا في عنا كمان البرونيتر كوادريتس هنلاحظ الله انه عندنا هون الانسيرشن اللي هو بالراديوس وهون الاوريجن لان هي وظيفتها ايش؟ تاخذ الراديوس اراوند ذا انا. فطبيعي انه كنا الانسيرشن في الراديوس والاوريجن وين؟ بالالنا. خلينا نشوف هذا الحكي على الجدول. خلينا نبلش هذا. اذا الأوريجن زي ما حكينا وين موجود؟ في الألنا هيو البرونيتال كوادريتس اللي هي البرونيتال كوادريتس اللي كانت تحت ديستال. ف
anterior أمامي طبعا نسبة أمامي إلى إيش anterior إلى anatomical position والميديال surface of distal portion of ulna و anterior lateral surface of distal portion of radius فالانقباض بيكون من اللي هو radius باتجاه الألنا حتى يصير في عنا pronation طبعا بغذيها الميديال نيرف طبعا البرونيت ارتيريز اللي هي الثانية اللي هي فوق حكينا عنها حكينا جاي من الايم هو طبعا اكيد لازم برونيت ارتيريز لازم تكون برضو وين في الألنا ميديال ايبي كوندايل في هيومرس اند كورونويد بروسيس اوف ألنا طبعا ميد لاترال سيرفيس اوف راديوس هون راديوس تو ألنا حتى يصير في ايش عنا اللي هو الانقباض وتصير اللي هو حركة الراديوس اراوند ذا ألنا في البرونيشن في السوبينيتور في عنا اللي هو العكس اللاترال ابيكوندايل في هيومرس والانيولر ليجامنت طبعا ترتبط معها والريدج نير راديوس نوتش اوف ألنا هاي كلها اللي هي الاوريجن طبعا هون بدها تكون ايش برضو بالراديوس الانتيريور لاترال سيرفيس اوف راديوس انتيريور لاترال سيرفيس اوف راديوس والديستال تو ذا راديال تيبرسيتي وهون اساس انه ترجع الراديوس to its anatomical position after ايش انها تكون التفت حوالين الألنا وهون بنكون احنا فهمنا بالضبط how pronation and supination works in terms of muscles طبعا الميديال نيرف بيغذوا البرونيتر كوادريتس والبرونيتر تيريز والديب ريديال نيرف بيغذي مين اللي هو السوبينيتر بضل عنا اخر اشي الاكشن at the hand في عنا flexor carpi radialis flexor carpi ulnaris palmaris longus وبالنسبة للflexors والextensor carpi radialis longus والextensor carpi radialis brevis والextensor carpi ulnaris اللي هم بيغذوا بيشغلوا اللي هو الextensors أو extension of the hand or rest لما نطلع flexor هين وظيفتها carpi من carpal والradialis اللي هي من الراديوس نفس الشيء فليكسور مع النارز معناته الريدي هي جاي مع الألنا هذا تكون ايش هاي تكون ميديال هذا تكون لاترال بالمارز لونجس لونجس معناته ايش لونجر وبالمارز من البالم هنشوف كمان نفس الشيء بالاكستنسور كاربي رادياليس لونجس اللي هي لونجر وفي عندنا البريفيوس شورتر اذا تتذكروا انه هون رادياليس رادياليس التنتين جايات من عند الراديوس وكاربي عند الكاربال وهون هلا بدنا نشوف الحكي هذا كله على مين على موضوع اللي هو الاوريجينال انسيرشن علاقه الاسم العضلي في الاوريجينال انسيرشن بلس عندنا كمان الاكستنسور كاربي النارز لا لونجس ولا ايش بريفيس بس اكستنسور كاربي النارز هنشوف برضو شو علاقته بالاوريجينال انسيرشن قبل ما نبلش خلينا نشوف العضلات اول اذا الفليكسورز ناخذهم من الاناتوميكال بوزيشن واضحين ففي عندنا اللي هي اول وحده الفليكسور كاربي رادياليس مجرد ما انا فكرت كاربي رادياليس مباشره بتطلع هاي طبعا اللي هي براكيو رادياليس بتطلع جهه الراديوس فهي مين الاقرب للراديوس فليكسور كاربي رادياليس طبعا مش مبين عندي بالضبط وين الاوريجين جاي ولكن واضح هو عند الابيكوندايل اوف هيمرس طبعا نحكي عن الميديال ابيكوندايل وبتروح تنزل وين بالضبط باتجاه الراديوس الاند اوف راديوس هلا بنشوف بالضبط التفصيل وين رايحه الكاربي رادياليس بالمارز لونجس جاي بالنص بتوين مين ومين بتوين اللي هو الكاربال نارس فليكسر كاربال نارس كاربال نارس مع الالنا واضحه قديش كاربي النارس طبعا كلهم بتشاركوا تقريبا في نفس الاوريجن ولكن انسرشن مختلف حتى يصير في التوزيع بين 1 2 عندنا 3 تندونز حتى بيصير في عندنا ريست فليكشن بس احنا عارفين عشان يصير في عندنا هون في الريست فليكشن لازم ريدي ايش يكون الانسرشن لهدول الثلاث عضلات passing the line of joint واللي هو ايش بيكونوا at least في الكاربال بونز طيب هذا الحكي خلينا نشوفه حتى نتأكد نطلع اذا ميديال كاربي رادياليس ميديال ابيكوندايل اوف هيومرس برضو الفليكسور كاربي النارز ميديال ابيكوندايل اوف هيومرس طبعا تفصيليا adjacent ميديال سيرفيس اوف الكرانون اند انتيريو ميديال بورشن اوف النار بس انا بكتفي بالميديال ابيكوندايل اوف هيومرس
المارس لونجرس also الميديال إبيكوندايل أو في هيمورس كلهم جايين من نفس النقطة. Alright. إحنا حكينا كاربال كاربي من كاربالز. شوفوا وين. بروحوا. الكاربي رادياليس بتروح إذا اللي هو حسب ال first to second first to second to third to fourth لما نسميهم إحنا هدول مرتبطات في إيش اللي هو حسب ال big thumb. ونسميهم اللي هو first metacarpal, second metacarpal, third metacarpal until fifth metacarpal. Okay? بس للتذكير. إذن the base of second and third metacarpal bones. إذن تشتبك التندون مع second and third metacarpal bones. الفليكسور كاربي النارس ده تروح وين معناته؟ على بعدهم. أها. PC form والهامات and base of fifth metacarpal bone. إذن بيشبكوا مع مين؟ هو مع الكاربال هون بونز زائد البيس. البيس اللي هو بروكسيمال لمين؟ اللي بيكون هو اتاتشد او بيعمل ارتكوليت مع الكاربال بونز. اوكي؟ والبالمارز لونجس اللي بالنص ما بتوين اللي هو الرادياليس والالنارز كعضلي هي البالمار ابنروسيس اند فليكسر ريتناكيلوم. ما شبكت نهائيا مع عضلات. سوري مع عظام. وانما شبكت مع مين؟ هاي هي نوسيروسيس وعندنا هون الريتناكيلوم فليكسور ريتناكيلوم وين بالضبط شبكة التندون تبع البالماريز وهون بالذات منلاقي انه الكاربال تنل سيندروم بصير وين في هاي المنطقة اللي احنا حكينا عنه سابقا واللي بيضغط على الميديان نيرف طبعا لو جينا احنا طلعنا هون هنلاقي ايه انه بالمارس لونغاس بغذيها الميديان نيرف هون النر نير للفليكسور كاربي النارز والفليكسور كاربي رادياليس برضو الميديان نيرف طيب بالنسبه للاكستنسور نفس الاشي ولكن العكس فاول اشي بنطلع عليه بالصوره احنا هون هنلاقيهم انه هم جاي بوستيرير حسب الاناتوميكال بوزيشن هاي اللي هي الدورسال aspect of the hand هون البالمر aspect of the hand فبنتطلع في عنا أول إشي نتطلع على الراديوس هاي الراديوس مع الإصبع الكبير هون الراديوس فعنا أول واحدة اللي هي الفليكسور كاربي سوري الإكستنسور الإكستنسور كاربي رادياليس اللونجس فعنا هاي هي العضلة الإكستنسور كاربي رادياليس اللونجس جاي من وين؟ من جهة اللاترال برضو إبيكوندايل ورايحة وين؟ رايحة باتجاه الراديوس مش مبين طبعا أنه في عنا عضلات تانية مغطي عليها بس هلا بنشوف وفي عنا الإكستنسور كاربي النارز واللي جاي بالضبط بالنص وفي عنا الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس جاي بالنص برضو هو مش واضحين كتير ولكن ان شاء الله بمحاضرة المختبر ان شاء الله بنوضحهم اكتر ونشوفهم واحدة واحدة ولكن نجي نطلع عليهم بحسب الجدول هنلاقي انهم جايين كلياتهم من اللاترال هون كلهم جايين من الميديال ابيكوندايل هون لاترال سوبرا كوندايل ريدج اوف هيمورس lateral epicondyle of the humerus وبرضو الاكستنسور كاربي النارز من lateral epicondyle of the humerus adjacent dorsal surface of ulna اذا كلهم جايات من الابيكوندايل تنتين ما عدا الكاربي رادياليس لونجس جاي على السوبراكوندايلر ريدج اوف the humerus طبعا الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس من جهه الراديوس رايحه وين على البيس اوف سكند ميتاكاربال بون نفس تقريبا موقع وين اللي ها فليكسر base of second and third بس هون جاي وين second طبعا اللي بيفرق بين هاي وهاي هم جايات نفس النقطة الانتيريور وبوستيريور هون حسب الاناتوميكال بوزيشن تكون انتيريور وهي بتيجي على البوستيريور لما نقول ايش base الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيوس بتيجي على البيس اوف ثيرد ميتاكاربال بون بتشارك هي ومين برضو مع الفليكسور كاربي رادياليس والإكستنسور كاربي النارز تيجي على البيس أو فيفث ميتاكاربال بون برضو بتتشارك مع مين؟ تشارك مع فليكسور كاربي النارز طب هذا التشارك كثير مهم ليش؟
هلا بنحكي عنه، بس قبلها خلينا نشوف ايش الانرفيشن بالنسبة للإكستنسرز. طبعا الإكستنسر كاربي رادياليس لونجس من الراديال نيرف راديوس راديال نيرف، والإكستنسر كاربي رادياليس بريفيوس برضو الراديال نيرف، والألنارز برضو من الراديال نيرف. إذا بس هون الفرق بينهم الألنارز تيجي من الديب راديال نيرف. هلا حكينا احنا حسب انه هون الفليكسور كاربي رادياليس والفليكسور كاربي النارز بتشاركوا بنفس الانسيرشن مع مين؟ مع الرادياليس لونجاس والرادياليس بريفيس والكاربي النارز. بتلاحظوا هدول التنتين كاربي الرادياليس لونجاس وكاربي الرادياليس بريفيس كل واحدة هون بيجي على السكند ميتاكاربال بون، وهون كمان على ثيرد ميتاكاربال بون. شاركوا تنينهم مع نفس الانسيرشن لمين؟ كاربي رادياليس. والاكستنسور كاربي النارز بنفس الجزء اللي هو ايش؟ اللي هي البيس اوف فيفث ميتاكاربال بون. طبعا اضافه انه الكاربي النارز تيجي مع البي سي 4 هاميت اند اللي هو البيس اوف فيفث. هلا شو الفكره هون؟ بتشاركهم بنفس الانسيرشنز واللي هو عمليه الالنر ديفيشن والراديال ديفيشن. فبنيجي بنقول فليكسور كاربي رادياليس بتساوي اللي هو radial deviation radialis radial deviation أو abduction مع مين؟ مع اللي هو extensor carbi radialis والextensor carbi extensor carbi radialis longus and extensor carbi radialis previous. So they work together both اللي هم extensors والflexor ليحققوا إيش؟ اللي هو radial deviation أو بنسميه abduction. هنلاقي انه الفليكسور كاربي النارز على الميديال سايد مع الاكستنسور كاربي النارز they work both together to execute and function اللي هو الالنر ديفيشن الالنر ديفيشن or الادكشن. هيك احنا نكون خلصنا العضلات اللي هم الفور ارم اند ذا هاند. هوبفولي الشرح كان واضح. Please make sure, and if there is any question, write it down so we can discuss this later.